ايه يا بنات قصة باليريناز اوف كايرو؟ احنا مجموعة من البنات بنرقص في الشارع، معانا المخرج محمد طاهر، هو صاحب الفكرة، هو احمد فتحي ومريم، هي كانت اول البنات اللي نزلوا ورقصوا في الشارع. الفكرة في البداية ان احنا بنحب حاجتين قوي، بنحب الباليه جدا جدا، وبنحب شوارع مصر زي اي حد الصبح بدري. فقلنا ما ننزل نتصور في الشارع ونرقص ونلبس جزم الباليه اللي هي فيها خشبة البوانت. فلقينا بالصدفة ان الموضوع سمع جدا، الناس ابتدت تتبسط قوي، فابتدينا بقى نعمل، تجيلنا بقى افكار مختلفة، ننزل في اماكن مختلفة اكتر. انتوا كلكم دارسين باليه؟ كلنا دارسين طب باليه فين بقى؟ حتت مختلفة، يعني أنا وروشان مع بعض في النادي من وإحنا صغيرين، نادي ايه؟ نادي الشمس. اوكي. مريم معانا برضو. بس بعد النادي رحت الأوبرا، تنمية مواهب، وقابلت فيرو، عرفت فيرو من الأوبرا. أنا كنت برضو في النادي وأنا صغيرة، وبعد كده رحت الأوبرا. دايما النادي ممكن يبقى بداية كل الناس، بالظبط، سواء في رياضة طبعا أو طبعا. في الـ أو في الباليه أو في غيره. لكن بنات احنا بنقول التحرش في الشارع وخايفين من التحرش في الشارع، انتوا بترقصوا باليه في الشارع مش خايفين؟ الحقيقة ما كناش خايفين، لأن الباليه بيعلم الجرأة جدا، وبيعلم القوة، وبيعلم حاجات كتيرة. أول ما ابتدينا ننزل نرقص كنا بنشوف نظرات في عيون الناس، هي بتبتدي تحرش لكن بتنتهي بإعجاب. يعني كنا بنراقب كده نظرات عينيهم، بنلاقي إن هما، لا، الناس مبسوطة، وكل واحدة عندها مواقف انتي بقى ورا كتير. دانسة هتبقي متعودة على طول إن انتي you're different، انتي مختلفة بترقصوا عن فين أي حد. فيرونيكا؟ بترقصوا فين؟ في الشارع، في كل فين حتة، يعني؟ في الكوربة، في المقطم، في الأزهر، فروحنا فين تاني، في الزمالك، على كوبري أكتوبر. أنا رقصت على كوبري قصر النيل، كوبري قصر النيل. وقفت برجليها فوق السور بتاع الكوبري، فوق سور الكوبري، ما خفتيش؟ لا، بس كانت الساعة 6 الصبح، فحسيت اللي هيحصل محدش هيزقني يعني أكيد، ومش هيحصل حاجة بنات، ما كده. حدش من أهاليكوا قال لكم أنتوا مجانين تنزلوا ترقصوا باليه طبعا في ماما الشارع؟ قالت لي أنت مجنونة. بس برضه أنا في ماما نفس الوقت بتشجعني. وأنا بس هما خالص بيشجعوا طبعا، بس هما قلقانين. بس طبعا الفكرة هي بتبقى عارفة إنه ما دام هي بنتها شيز دانسر، هي مختلفة. انا بعمل حاجات الناس الطبيعيه بتبقى شايفه انها مريبه، بس انا بالنسبه لي ات ميكس زي بيرفكت ايه يعني؟ سنس. قولي لي كده زي ايه؟ زي مثلا ان انا ما اخرجش عشان اروح التمرين، او ان انا افوت فرح عشان عندي حفله، او ان انا ما اشوفش اصحابي بالاسابيع وبالشهور عشان عندي دانسينج كلاسز ومش فاضيه. عشان ده هو حقيقي. احلى لا، وبنبدا نخسر بقى اصحابنا. يعني نخسر بقى، مش مهم، اهم حاجه التمرين. المهم التمرين. برضو نفس الشيء بالنسبه لك يا مريم؟ نفس الحاجه. انا يعني من وانا صغيره كانت ازمتي في الحياه ان انا كل يوم خميس مثلا صحابي كلهم بيخرجوا يروحوا النادي، انا لا، انا عندي تمرين. فالتمرين اهم كتير، حاجه أهم مقدسه حاجه بالنسبه في لنا الحياه. كده. ايه بقى المواقف اللي انتوا تعرضتوا عليها روشان؟ ايه يعني انا مثلا في مواقف حلوه وفي مواقف وحشه. خلينا نبتدي بالحلو. الحلو. كنت في اسوان، عملنا رقصنا في اسوان في مكان حلو قوي اسمه غرب سهيل. فابتدوا البنات الصغيرين النوبيات شافوني برقص، جم قعدوا يرقصوا معايا وابتدوا يتعلموا معايا، وقعدوا يقولوا لي ما فيش هنا مراكز بتعلم الباليه. وبعدين ابتدوا بقى الولاد يبصوا وبتاع، فهم ابتدوا بقى اللي يحمونا ويقفوا ويقولوا لهم لا، سيبوهم براحتهم يرقصوا براحتهم. دي كانت من المواقف يعني اللي قابلتها في عمركم الشارع. اتضايقتوا فيرونيكي؟ حد ضايقك عمره؟ خالص فعلا؟ يا جماعه انتوا بتبهروني والله العظيم، بتبهروني. ما حدش ضايقكم يعني؟ مش بالعكس وي دونت اصلا. سيت والله، يعني انت بالعكس بقى، محدش بيعدي يقول لك يا موزه مش عارفه ايه الكلام العجيب ده. ما بتسمعيهوش بجد، ما بتسمعيهوش بجد. انت بننفصل بيبقى في حاجات تانية بتخليكي بجد تحسي قد ايه وات يو دوينج از بجد اتس فاليبل. لما تخشي النادي وتلاقي البنات الصغيرين بيبصوا لك كانك اله داخل، بصي دي اللي مش عارفه بتعمل ايه، فبتحسي بجد ان انت لا. دي صورتك وانت واقفه على السور؟ هي دي كانت هتنتحر. خلاص بموت.